أرادت ليز ديكسون أن تكون نجمة البلاي بوي للغولف، وعلى الأغلب أنها عانت كثيراً للحصول على لقب فتاة بلاي بوي للغولف في سنة 2011. لسنا متأكدين من نوع الجهد الذي بذلته، لكننا نعرف أن مؤخرتها والغولف طرفا القصة، وخاصة مؤخرتها. وقد دعيت لحضور نهائي دوري غولف بلاي بوي في السنة التي تلت، خطر في بال أحدهم فكرة ذكية، ألا وهي أن يثبت قاعدة الغولف في مؤخرتها ليقوم الدي جي كيفن كليم بضرب الكرة. وكما يتوقع أي شخص عاقل، فإن اللعبة لم تنتهي بسعادة، خاصة بعد أن صفع كيفن الفرد اليمنى تاركا كدمة كبيرة. لقد ضحكت في البداية، لكنها الآن تحاكم كيفن وبلاي بوي لدفع $500,000 تعويضا ليس فقط عن الكدمة، بل أيضا عن ضرر عصبي مزمن. من المذنب هنا، كيفن أم الفتاة التي سمحت له بوضع قاعدة الغولف؟ ما رأيكم؟ دام عزكم.